شفتوا اليوم جينا باش نطالبوا بحقوقنا. فالانشقاء أو تحديد عامل السن فهما مجرد قرارات فارغة، ما يمكنش لنا ننفيو شي ناس، كما أنهم نفوا الجهات ذوي الحاجيات الخاصة، وهذا ضرب في الإنسانية. ويقول الله عز وجل لقد كرمنا بني آدم، فشكون أنت بالموسى اللي تجي وتقول لنا نحيدوا ذوي الحاجيات الخاصة من الامتحان؟ وشكون أنت بالموسى باش تجي وتقول لنا أننا نحيدوا شخص عنده 30 عام ما يجتاش مباراة التعليم؟ علاش؟ علاش من أساس درتي باش ما يجتاش مباراة التعليم؟ أليس إنسان؟ وفي حالة ما وصلت أنا 30 عام وما سجلت المباراة وما تحيدش هذا القرار، فالأمر لله، ما غاديش نتعارض مع قضاء الله عز وجل، ولكن لا نسمح، إنهم لمسؤولون يوم القيامة. يحز في القلب ونتأسف إلى ما تعرض له أبناء الشعب المغربي من طلبة ومعطلين لإقصاء ممنهج مقصود ضدهم، هذا اللي عنده اعتبارات أخرى وبعيد عن كل اعتبارات والمبررات التي يتغنى بها الوزير وحاشيته. يقولون بأن مصطلحات كيدخلوها ديال المقاولة يدخلوها المجال التربية والتعليم من قبيل الجودة والاستثمار وكذا وهذه والكفاءة. نقول لكم إلى ربطتوا السن بالكفاءة راه خص أول من يغادرهم أنتم الوزراء، راه الوزير عنده فوق 60 سنة، إذا كانت الكفاءة عند 30 سنة راه خاص يجيو الشباب يسيروا القطاعات. كذلك راه 30 سنة عمرها غير وزير الأوقاف، هو 30 سنة هو متربع على عرش وزارة الأوقاف. لذلك نقول بأن هذا الإقصاء الممنهج والمقصود هو ضرب في الديمقراطية، هو ضرب في تكافؤ الفرص، هو ضرب في حق الشعب المغربي وحق الطلبة وحق المعطلين في الشغل. ونقول بأنه ما عمرو كانت نقاط ميزة من أجل الانتقاء، لأن احنا كنعرفوا غير 16 وقع فيها النقاط مقابل، وكنعرفوا أن النقاط كيفاش كتعطى في الجامعات. هما الإجازة في علوم التربية يعني قصيتي كل كليات قصيتيهم، هذيك الإجازة في العلوم الأساسية يعني ما عندنا ما نديروا بها، يعني أن الناس كتقول لهم سيروا خرجوا للشارع، سيروا للإجرام، سيروا للبحر، سيروا تموتوا في قوارب الموت، سيروا لشي بلاصة أخرى. لذلك نقول بأن ما تعرض له الطلبة والمعطلين هو ظلم في حق أبناء الشعب، وهو ظلم مقصود وممنهج، وأننا معهم يدا في يد من أجل حقهم المشروع والعادل في إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وأن هذا القرار ديال الوزير هو يشبه بكثير ويتطابق مع قرار بالعباس في 1963 من نقص التلاميذ اللي كيفوق السن ديالهم 18 سنة، قصاهم من سجلات امتحان البكالوريا. ورا شفتوا الكارثة اللي وقعت، وشفتوا أن ما تعرض له الشهداء في ذلك اليوم. ونقول بأن لا نريد أن يكرر التاريخ نفسه، وأن أرى الانفجار قابل أنه يوقع في أي لحظة، الزيادة في الأسعار، فرض التلقيح، فرض هذا السن. إذا ناش بغيتوا عدد المغاربات يعني هذا عار، هذه ماشي ديمقراطية بل هي ديكتاتورية وشطط وحيف في حق أبناء الشعب.